أهلا بكم من جديد. تزداد الجرائم في مناطق النظام ولا سيما في مدينة حلب، حتى باتت كمسلسلات الواقع اليومي التي تعرض بأحداث حية على الهواء مباشرة، وكل ذلك سببه الفوضى الأمنية في المدينة وانتشار السلاح بشكل مبالغ فيه. المزيد في التقرير القادم. وكأنها حلقة من مسلسل تركي مدبلج أو آخر عربي بنكهة مافياوية. أما عن مكان العرض فليس على الشاشة الصغيرة خلال شهر رمضان. هو ما يحصل في مدينة حلب بالفعل، جريمة هزت المدينة وأرعبت الأهالي، راحت ضحيتها امرأة إثر إصابتها بطلق ناري طائش على وقع شجار حصل بين عدة أشخاص، سرعان ما تحول إلى إطلاق نار بحي السيد علي. وفي التفاصيل، وزارة الداخلية تابعة للنظام تقول إنها ألقت القبض على أحد مطلقي النار خلال الشجار بعد حدوثه طبعا، وصادرت منه بندقيته الحربية في حين لاذت بقية الأطراف المتورطة بالفرار. لكن ماذا تفعل بندقية الحربية بأيدي المدنيين؟ سؤال طرحه السوريون على موقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين وجود حالة من فوضى السلاح اجتاحت مدينتهم كجزء من الفوضى الأمنية العامة التي أكلت بلادهم وشربت، متهمين جماعات بعينها مقربة من أذرع النظام بانتشار جرائم القتل والسرقة وبيع المخدرات. جرائم تصور حال المدينة التي بات فيها استخدام السلاح وإلقاء القنابل اليدوية جزءا من روتينها اليومي، أحداث لن تكون مستغربة في بلد احتل المراتب الأولى في معدلات الجريمة عربيا، بينما هو منظم من قبل النظام وعصاباته وبينما هو فردي أوجدته الظروف. لمناقشة هذا الملف معنا ياسر هارون الصحفي من حلب، أهلا بك ياسر. وأيضا خالد شهاب الدين رئيس هيئة القانونيين السوريين هو معنا من أنطاكيا. سأبدأ معك ياسر، يعني لا يمر يوم إلا ونسمع به عن جرائم مروعة لم نكن نشهدها في البلاد منذ قبل، ما الأسباب التي أدت اليوم إلى زيادة هذه الجرائم لنتكلم تحديدا في حلب؟ مساء الخير سيدتي، تحياتي لك ولكافة متابعي قناة سوريا. بنسبة 67% تعزى الجرائم إلى الأوضاع الاقتصادية التي تعصف المواطنين السوريين، والتي فجرت موجة احتجاجات شعبية رغم القبضة الأمنية المشددة التي يعيشون تحت وطأتها، حيث تلعب الأوضاع المعيشية في كل المجتمعات. ياسر بس لو نبعد نبعد الميكروفون شوي، تمام، ان كان من سماعة الهاتف او اي مايك ثاني، تفضل. حيث تلعب الاوضاع المعيشية في كل المجتمعات دورا كبيرا في انتشار معدلات الجرائم بين الافراد، حيث تعاني سوريا من اوضاع اقتصادية صعبة. هذا الشيء ياتي بالمزامنة مع فقدان الليرة السورية قيمتها تزامنا مع ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والوقود وأساسيات الحياة. هذا كل هذا الأمر أو مدينة حلب أو سوريا بشكل عام إلى معدل عالي بالجريمة، حيث صنف كأكثر الدول العربية إجراما في التقرير الأخير. لكن ياسر، يعني ما نشهده اليوم ليس كل الجرائم مرتبطة بمواضيع اقتصادية أو حتى متعلقة بالمال. نعم، هناك جرائم نسمعها غريبة جدا وهي لمواضيع إنسانية ربما نعتبرها اليوم جدا سخيفة. أنا قلت لك في البداية سيدتي أن نسبة 67% فقط من الجرائم هي بسبب الأوضاع المادية، لكن هناك جرائم اعتدنا عليها يوميا في مدينة حلب هي عبارة عن صراعات بين شبيهة النظام على أمور بسيطة جدا. فالسلاح موجود بكثرة بأيدي المواطنين في مدينة حلب وهم شبيحة النظام والمتطوعين لدى الجهات الأمنية، فعندما يحدث أي شجار بين أحدهما بين اثنين منهما يتم إلقاء القنابل اليدوية ويتم إطلاق الرصاص. هذا هو ما زاد الوضع، زاد الطين بلة في بالنسبة لموضوع الجرائم. نعم. طيب أستاذ خالد شهاب الدين رئيس هيئة القانونيين السوريين من أنطاكيا، إلى أي حد ممكن أن يكون تردي الأوضاع الاقتصادية سبب إلى ازدياد الجريمة في المجتمعات؟ هل هذا مبرر أم أنتم يعني ترون أنه له أسباب أخرى؟ يعني مساء الخير لكم وللسادة المشاهدين ولضيفكم الكريم.
الحقيقة الجرائم انتشرت بحلب لأن الميليشيات الإيرانية، لواء القدس، لواء الباقر، شبيحة العشائر الموجودة في باب النيرب وفي دوار الحاووز وحتى في السيد علي ومن المارديلية وغيرهم، لا يوجد أبدا قضاء، لا يوجد شرطة بمعنى الكلمة. من يسيطر على حلب حقيقة إيران، وروسيا تتفرج. روسيا تدخلت بعدد من المشاكل قليل جدا، فضت الاشتباك بين الشبيحة. الآن ما يجري هو سطو مسلح على الأهالي، موضوع ميليشيات أو جماعات فوق القانون الحقيقة يعني. نعم، لكن الموضوع الاقتصادي الآن، نحن الآن لا نجد فقير يقوم بارتكاب الجريمة، نجد من هم يلبسون الزي العسكري. 90% من يرتكب الجرائم السرقة، الخطف، القتل. أنا أؤكد لكم خلال الأيام السابقة، خلال 4 أيام السابقة، نحن على اطلاع بحلب، تكسير السيارات وسرقة محتواها بشكل غريب في حلب، الخطف في وضح النهار من قبل من؟ القتل في وضح النهار، دخول من قبل الميليشيات التابعة لإيران ولشبيحة النظام، يغطي طرف أمني من الأمن الجنائي ومن فروع الأمن. القضاء، لا يوجد قضاء في حلب، رغم أنه يوجد قصر عدلي وقضاة، لكن ممنوع عليهم التدخل. لا يستطيع قاضي أن يقوم بتوقيف مجرم يلبس الزي العسكري من الميليشيات الطائفية وميليشيات ما يسمى سابقا الدفاع الوطني، والتي ضموها إلى الفيلخ الخامس. إذا الآن سيد خالد، أنت هناك تحدد ميليشيات طائفية. نعم، أنت تحدد فئة أساسا نحن نعلم جميعا بأنها إرهابية يعني، لكن هناك فئات أخرى يعني. نعم. تقوم بارتكاب الجريمة. ماذا عن هؤلاء؟ خرجت من السجون، إسر العفو. نعم، هناك فئات خرجت بموجب مرسوم العفو الذي أصدره المجرم من عام 2011 إلى الآن. أكثر من 10 مراسيم خرج على أسرها تجار المخدرات، متعاطي المخدرات، المجرمين. والمرسوم الأخير يؤكد من يتعاطى المخدرات، من تاجر بالمخدرات خرج. هؤلاء من يقومون بارتكاب الجرائم. العصابات، لماذا انتشرت الجرائم؟ غياب الأمن، غياب القضاء، غياب الشرطة. يعني الشرطة عندما يذهب متضرر من سرقة أو من خطف يقول له عوضك على الله باللغة المحكية. حقيقة هذا ليس كلام يعني وليس عاطفة، هذا ما يجري في حلب خاصة وفي باقي المدن السورية. تردي الوضع الاقتصادي ليس مبرر للجرائم، لكن من يرتكب هذه الجرائم هي العصابات التي أطلقها نظام بشار من السجون، بالإضافة إلى الميليشيات التي تحدثنا عنها. أستاذ خالد، راح أنقل ما قلته إلى ياسر هارون. أستاذ خالد يقول طبعا أنه الموضوع ليس موضوع هو وضع اقتصادي متردي، بل هي ميليشيات وجماعات مسلحة تسيطر على مناطق معينة، تكسير السيارات وغير ذلك، وهي فوق القانون. لا، بل من كان منهم داخل السجون تم الإفراج عنه بقانون العفو الأخير. ياسر، عفوا لم اسمع السؤال جيد. ياسر، كنت اقول استاذ خالد معنا رئيس هيئه القانونيين ذكر انه ما يحدث هو بسبب وجود ميليشيات وجماعات تسيطر على مناطق معينه، تقوم بتكسير السيارات وسيطره وسرقه وغير ذلك، وليس هو فقط وضع اقتصادي متردي للمواطنين، بمعنى انه كثره الجرائم هي بسبب ميليشيات وليس بسبب ما يقوم به مواطنون مدنيون. نعم سيدي، هذا هو أحد الأسباب كما ذكرت، هو أسباب الجريمة. بالفعل هناك مناطق في مدينة حلب لا يستطيع أي جهة أمنية الدخول إليها بسبب السيطرة عليها من بعض الميليشيات، كمنطقة الشيخ سعيد، كمنطقة باب النيرب والمرجع. ياسر معنا؟ ياسر، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع ياسر. ياسر هارون، عم تسمعنا ياسر؟ طيب، لبين ما نرجع نتواصل مع ياسر مشاهدينا، بحسب مؤشر توميبو تصدرت سوريا دول العالم بانتشار الجريمة فيها، إذ رصدت الجهات الدولية تزايد عمليات القتل والخطف والسرقة بين المدنيين. روان، هذا طبعا ما يحدث في سوريا حاليا. العرض التالي يوضح أبرز الجنايات المرتكبة في مناطق النظام خلال الفترة القليلة الماضية.
للتنويه فقط، نحن الآن على البث المباشر للمشاركة أو لطرح أي سؤال على ضيوفنا. يمكنكم المشاركة معنا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي التابعة لتلفزيون سوريا. أعود إليك سيد خالد، يعني ذكرت وتم التنويه مجددا أن ما يحدث اليوم من هذه الأزمات ليست وليدة اليوم، هي عبر سنوات عديدة منذ بداية الثورة السورية وأيضا عودة سيطرة النظام ربما على هذه المناطق وتهاون كبير مع الميليشيات التابعة لما تقوم به وانفلات أمني واضح. هل برأيك ممكن أن يكون هذا الانفلات مقصود ومتعمد من قبل النظام وما الغاية منه؟ الحقيقة نعم هناك شيء متعمد، لكن أنا هنا أريد أن أتكلم بكل صراحة. من يسيطر على الأرض هي إيران، إيران وميليشياتها. الآن النظام في هذه المرحلة خاصة أنا أعتقد هو يريد الهدوء من أجل الانتخابات، لكن هو يعني لا ننسى أن بسقوط حلب وسقوط درعا منع النظام من القدوم إليهما وتم السيطرة من قبل إيران وروسيا، لكن النظام سيطر على الفروع الأمنية وسيطر على الشرطة والقضاء هو تابع للنظام. الآن هناك نعم شيء متعمد من النظام بخصوص القضاء وعدم قمع الشرطة والأمن الجنائي والأمن السياسي والمخابرات التابعة له لهذه الجرائم. إذن هناك شيء متعمد، هناك خطة للنظام يريد إيصال رسالة معينة من أجل يعني إحكام سيطرته على حلب بأن الانفلات الأمني بسبب غياب الدولة بسبب كذا، مع العلم أن دمشق هي خاضعة للنظام السوري وفيها من الجرائم ما يكفي وفيها من الفلتان الأمني ما يكفي، أيضا حمص، أيضا حماة المنسية، حماة فيها من الجرائم ومن التشييع ومن السرقة ومن أكيد، ولكن بنسب متفاوتة بين هذه المحافظات يحتاج إلى برامج. نعم نعم، يعني القصد النظام الآن لا 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 يعني حتى أن يدعي أن إبعاده عن حلب هو السبب، هذا الكلام خطأ كذب، لأن مؤسساته موجودة سواء القضاء سواء الشرطة سواء الأمن، ومع ذلك هناك غط طرف عن الميليشيات، هناك مكافآت لهذه الميليشيات لأنها قامت بقمع الثورة يعني بقتل الشعب وجود السوري. هذه المؤسسات هو عبارة عن واجهة، لكن أؤكد على أمر أؤكد على أمر، موضوع الفقر نعم موضوع الفقر في كل الدول له يعني هو أحد أسباب انتشار الجريمة لا شك، لكن ليس موضوع تكسير السيارات وسرقتها والخطف والقتل. ما يعني الفقر يؤدي إلى سرقة الغذاء، سرقة محال تجارية من أجل الأكل من أجل الشرب من أجل المعيشة، المدني لا يحمل سلاح كما تحدثتي تماما، يحمل سلاح لأنه نتاج هذا النظام، هذا المدني قام بقتل السوريين مساندة للنظام مساندة لإيران، وهناك غط طرف أمني، هناك غط طرف من القضاء. أساسا القضاء لا يمكن أن يتدخل إلا ضد الفقير والضعيف في حلب وفي كل سوريا، لا يمكن أن يجلب أحد من هؤلاء من يعني تابع لعصابة أو لا تابع لميليشيا ويقوم بمحاكمته، يقتل القاضي يقتل الضابط لا يمنع، يعني هذا موجود في كل المحافظات وخاصة يعني هناك تهاون قانوني واضح. نعم طبعا مع العلم القانون لا يتغير، يجب تطبيق القانون في كل زمان ومكان، ويجب تطبيق قانون العقوبات السوري وتطبيق قانون أصول المحكمات الجزائية على جرائم الخطف جرائم السرقة جرائم السلب بالعنف جرائم حتى يعني سرقة السيارات هي جرائم ممنوع أخلاء السبيل فيها، لكن من يطبق القانون؟ إذن على الأرض الميليشيات تسيطر والجمعات المسلحة هي التي تسيطر التابعة للنظام، والنظام طبعاً يؤمن الغطاء القانوني لها. رح أرجع لياسر هارون طبعاً معنا. يبدو أن هناك من حلب هناك هدف بعيد. طبعا ياسر، برأيك كم تكون أو كم هي نسبة انتشار السلاح والمسلحين تقريبا والميليشيات التابعة لإيران في المناطق التي تسيطر عليها بالنسبة لمدينة حلب على الأقل؟ ياسر عم تسمعنا؟ يبدو أنه ياسر ما عم يسمعنا. أستاذ خالد، بحكم متابعتكم للوضع في حلب تحديدا، كم نسبة السيطرة الحالية موجودة بهذا الجانب أو الفلتان الأمني بالنسبة للميليشيات والجماعات التي تقتل وتسرق وتنهب في حلب؟
يا سيد الكريم ذكرتم السيد علي، السيد علي وقع في منطقة الحميدية، مسيطر عليها بشكل كامل من الميليشيات المردلية، وشبحهم للأسف رئيس نيابة يدعى حسين فرحه، وأصبح عضو مجلس شعب، هو مردلي وقام بتشبيح، سيطروا على المنطقة وحتى قاضي عسكر القريبة من الحميدية إلى غير ذلك. منطقة المرجة مثلا هناك العشائر، قسم من العساسنة وليس كل العساسنة، هناك عساسنة أحرار موجودين في المناطق المحررة، قسم كبير من العساسنة من آل بري من البقارة مسيطرين على منطقة المرجة وبالنيرب والحاوز، يمتد سيطرتهم إلى حلب الشرقية بشكل كامل. أيضا لواء الباقر لواء القدس المسلحين منتشرين في كل المناطق حلب، لكن الهدف البعيد يبدو أنهم يسعون لتهجير فئة سكانية من حلب الآن تقوم ببيع أملاكها ببيع مركباتها تريد الهجرة، وهذا يبدو هدف بعيد من أجل إتمام عملية تغيير ديموغرافي، يبدو أمر خطير جدا. يعني السكوت عن الفلتان الأمني وانتشار السلاح بهذا الشكل، هل في مناطق معينة تستهدفها الميليشيات؟ يعني المناطق اللي عم تستهدفها الميليشيات للتهجير أي مناطق تحديدا؟ أول شيء مناطق حلب الشرقية التي تم احتلالها وطرد السكان منها، هناك من أراد العودة إلى منازله في تلك المناطق. الحقيقة هناك ضغط كبير لإفراغ تلك المنطقة وشراء العقارات من قبل إيران من رجال أعمال إيران، وتم بيع الكثير. أنا أؤكد لك هناك أسماء نحن نعرفها، هناك أسماء نعرفها بشكل جيد، ضم الضغط عليها من أجل شراء عقاراتها، وتم الاستيلاء على عقارات بالمئات من منطقة حلب الشرقية. أيضا لم يسلم الأمر من المناطق حتى نقول مناطق حلب الغربية، يعني حتى المحافظة حتى شارع النيل حتى الخالدية، كل تلك المناطق يعني تم استهدافها الآن بشكل يعني قريب. يبدو هناك ضغط من أجل تهجير يعني سكان حلب من أجل تغيير يعني تريد إيران أن تشيع حلب بالكامل كما تفعل الآن بدير الزور، وكما فعلت في دمشق، وكما فعلوا في القصير. إذن هناك أمير يعني أهداف بعيدة، هناك أمور خطيرة تجري الآن في سوريا، والنظام صامت تماما بل على العكس يغض الطرف. أين مؤسساته الأمنية؟ أين مؤسسات القضائية؟ أين مؤسسة الشرطة؟ يعني فقط موجودة في المكاتب الحقيقة. نعم، بنتشكر ياسر هارون الصحفي كان معنا من حلب، وطبعا لم يقضي وقت كثير معنا بسبب سوء الانترنت من المصدر. أيضا بدي أتشكر خالد شهاب الدين رئيس هيئة القانونيين السوريين في أنطاكيا. شكرا لكم، طبعا فاصل قصير والرياضة بعدها.